يعني الحقيقة في جهود كبيرة جدا بتتم عشان تتحول مصر لمركز لمشروعات الربط الكهربي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وده بنرجعه للاستفادة من موقع مصر الجغرافي وأيضا المميزات والمقومات التنافسية اللي بتوفرها في مجال الطاقة الكهربائية. ده بجانب النجاح الكبير في توفير فائض من الطاقة الكهربائية حوالي 13,000 ميجا وات. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مصر بتبذل جهود كبيرة علشان تكون قوة محورية للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وده راجع للاستفادة من موقعها الجغرافي والمميزات والمقومات التنافسية اللي بتتمتع بيها، وده الأمر اللي ساهم في دعم استراتيجيتنا للطاقة وتوجهنا لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال ده، وده طبعاً هيعزز نمو مصر الاقتصادي وهيرسخ علاقات مصر الدولية. عشان كده وبعد مرور 7 سنين اتحولت مصر لمحور للربط الكهربائي بين القارات. لما نيجي نقرأ الأرقام هنلاحظ إن العجز في الكهرباء اتحول لفائض بيسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبيرة، حتى إن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وصل ل 355 مليار جنيه من 2014 ولحد آخر 2021. ده غير إنه تم إضافة 30,000 ميجا وات قدرات كهربائية بعد ما نفذنا 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية. عشان كده وصل فائض الكهرباء في يونيو 2020 ل 13,000 ميجا وات، بعد عجز وصل ل 6,000 ميجا وات في شهر يونيو سنة 2014. أما بخصوص مشروعات الربط الكهربائي مع دول إفريقيا، ففي خط للربط الكهربائي قائم بين مصر والسودان واللي بيوصل طوله ل 170 كيلومتر بواقع 100 كيلومتر بالجانب المصري و70 كيلومتر بالجانب السوداني. ومع دول آسيا جه إجمالي القدرات الكهربائية اللي هيتم تبادلها ما بين مصر والسعودية ل 3,000 ميجا وات بإجمالي استثمارات في المشروع 1.8 مليار دولار. ده غير خط الربط الكهربائي القائم ما بين مصر والأردن واللي قدرته وصلت ل 450 ميجا وات. وفي دراسة بتتعمل دلوقتي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان واللي إجمالي استثماراتها التقديرية هتوصل ل 3 مليار دولار، وهتكون فوائد المشروع بين الدول الثلاثة كتيرة جداً، زي إنها تحفز التعاون الإقليمي وهتنشئ شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة. يعني مما لا شك فيه الحقيقة أن مصر ما حققتش بس إنجاز في مجال توفير الطاقة الكهربائية، حققت إعجاز. 7 سنين ما كانش الكهرباء ممكن بتقطع نص اليوم تقريبا، دلوقتي احنا محققين فائض، مشروعات ربط كهربي، بنية تحتية مؤهلة انها الحقيقة الكهرباء توصل لكل الناس، وده طبعا بيساعد كمان في مشروعات الربط الكهربي. فيعني اعتقد انه المعدل اللي مصر مشيت بيه حقيقي يدرس، وده مش كلام مني ومش كلام خارج مننا، ده كلام حقيقة يمكن اشادات دولية.